لو انت لسه ما تعرفش الحدث الاسطوري اللي على وشك انه يقلب العالم كله خلال اسبوع، فخلينا اقولك ان الموضوع اصبح رسمي خلاص، والبشر راجعين تاني للقمر في سنة 2024. والخطوة الاولى اللي هتبدأ للرحلة الاسطورية دي هتكون خلال اسبوع تقريبا من دلوقتي، وهتقفل باب الجدل المستمر بقاله سنين عن هل اذا كانت رحلة ابولو للقمر في سنة 1969 وهبوط نيل ارمسترونج على سطح القمر كان حقيقة، ولا امريكا فبركت الحكاية دي وقتها علشان تثبت انها اكتر تطور وتقدم تكنولوجي من منافستها في فترة الحرب الباردة الاتحاد السوفيتي. ولو عايز تعرف ازاي البشر هيطلعوا المرة دي للقمر وهيبنوا مستعمرة على القمر ومحطة فضائية في مدار القمر واللي هيغير مستقبل البشرية كلها، كمل معايا الفيديو ده للآخر. بس قبل ما نبدأ، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة، ويريد تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده هيوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. في البداية كده علشان تفهم الكلام اللي جاي كويس، فاول حاجة لازم تعرفها هي ان المهمة العظيمة اللي هترجعنا مرة تانية للقمر دي اسمها ارتمس، وفي الاساطير اليونانية القديمة ارتمس دي هي واحدة من الالهة المقدسة وهي اخت ابولو، وده اله المعرفة والحكمة وحاجات تانية كتير. ولو انت مش واخد بالك، فاسم ابولو ده هو اللي كان بيتم اطلاقه على مهمات القمر الاولى اللي كانت ناسا بتعملها في القرن اللي فات، واللي انتهت رسميا سنة 1972 مع اخر رواد فضاء يتم ارسالهم للقمر ويسيبوا اثرهم عليه، اللي هما ايوجين سيرنان وهاريسون شميدت. بس الفكرة بقى ان المرة دي البشر مش راجعين للقمر لمجرد انهم ياخدوا شوية عينات من التربة ويسيبوا شوية اعلام ويلقطوا شوية صور وخلاص، لا المرة دي الموضوع اكبر من كده بكتير، علشان احنا على وشك اننا نصمم قاعدة فضائية كاملة على سطح القمر قادرة انها تستضيف رواد الفضاء جواها لشهور وربما لسنين في ظروف بيئية ومعيشية قريبة من الظروف الارضية. والقاعدة الفضائية الضخمة دي هتكون حجر الاساس لبداية المهمات البشرية الاولى لكوكب المريخ اللي هتبدأ في اواخر العشرينات واوائل الثلاثينات من القرن الحالي، واللي هنشوف فيها البشر لاول مرة وهم بيمشوا على سطح الكوكب الاحمر كوكب المريخ. طيب ايه بقى اللي هيحصل في مهمات ارتمس دي وهتبدأ ازاي؟ خليني احكي لك بالتفصيل وباكبر قدر من التبسيط. اولا المهمات دي هتكون متقسمة لثلاث مراحل، اول مرحلة فيهم هتكون عبارة عن مهمة تمهيدية اسمها ارتمس 1، ودي المفروض ان نافذة الاطلاق بتاعتها هتكون يوم 29 اغسطس اللي جاي او في بداية سبتمبر لو حصل اي حاجة تأخر الاطلاق. واللي هيحصل هو انه هيتم اطلاق صاروخ ضخم من تصميم وكالة ناسا بالتعاون مع وكالات فضاء تانية زي وكالة الفضاء الاوروبية ESA والكندية CSA، والصاروخ ده طوله تقريبا يتخطى ال 32 دور، يعني حاجة شبه ناطحة السحاب كده، والصاروخ ده اسمه هيكون SLS وده اختصار لجملة Space Launch System، وهيكون شايل على مقدمته كبسولة فضائية اسمها أورايون، والكبسولة دي هيكون دورها هو انها تاخد دورة كاملة حوالين القمر، وبعدين هيتم اطلاق 10 مركبات فضائية صغيرة من جواها اسمهم كيوب ساتس، وحجمهم في حجم كرتونة الشيبسي كده، والعشر مركبات دول هينزلوا على اماكن مختلفة ومتفرقة من سطح القمر علشان جزء منها هيجمع بيانات ويكون خريطة لتضاريس سطح القمر، والجزء التاني هيكون جواه عينات من الخميرة هيستعملوها في اختبار قوة الاشعاع الكوني والشمسي على سطح القمر. وبعد ما كبسولة أوراين تخلص دورتها حوالين القمر اللي هتستغرق تقريبا حوالي 4 أسابيع، هترجع مرة تانية لمدار الارض وتنزل في المحيط. والمهمة الاولى او ارتمس 1 دي مش هيكون فيها اي بشر علشان هنكون لسه في مرحلة الاختبارات وبناء الخطة، بس جوه كبسولة أورايون اللي المفروض انها هتبقى مجهزة بكافة وسائل الحياة والاعاشة والاغذية الرواد الفضاء اللي هيطلعوا جواها بعد كده، هيكون فيها حاجة تانية ظريفة شوية، هيكون فيها 3 مانيكانات من اللي بتشوفهم في محلات اللبس دول، واحد منهم هيكون اسمه مونيكين كامبوس واتنين تانيين هيكون شكلهم انثوي واسمهم هيلجا وزهار، وهيكون في كمان حاجة غريبة جدا عبارة عن دبدوب على شكل خروف واسمه شون، واكيد كل الناس عارفاه بالمسلسل الكرتوني المشهور شون ذا شيب اللي كان بيتعرض في التلفزيون البريطاني. طبعا زمانك بتضحك على الحاجات الغريبة اللي هيبعتوها دي وبتقول اكيد الناس دي بتهزر، وخلينا اقولك ان الناس دي مش بتهزر تماما، لان الحاجات دي وظيفتها اهم مما تتخيل، علشان المانيكان الاول اللي هو مونيكان كامبوس ده هيكون متصمم من مواد قريبة لتركيبة الجسم البشري وتصميم العظم واللحم، وهيلبسوه البدلة الفضائية أورايون كرو سيرفايفل سيستم اللي هي متصممة علشان تحمي رواد الفضاء اللي هيطلعوا بعد كده للقمر من الاشعاع،
وهيكون جوه البدلة اللي ملبسينها للمانيكان ده مستشعرات علشان تراقب درجات الإشعاع وتختبر سلامة التصميم. والمانيكانين التانيين البنات اللي هم هيلجا وزهار دول اللي هيطلعهم هو وكالة الفضاء الألمانية DLR. والأولى هيلجا هتكون لابسة فيست مقاوم للإشعاع اسمه ستيمراد علشان يتم اختباره، والمانيكان التاني اللي هو زهار مش هتكون لابسة أي حاجة تحميها تماما علشان برضو يختبروا قوة الإشعاع اللي هتتعرض ليه. هتقولي طيب أنا كده فهمت ليه هيبعتوا المانيكانات دي، ولكن إيه بقى حكاية الخروف شون ده؟ بص يا سيدي، الخروف ده ناتج اتفاق بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ESA علشان يكون أول خطوة للخرفان في الفضاء كنوع من الهزار والمسحة الظريفة اللي متصممة علشان تودي رمز من رموز بريطانيا وتخليه جزء من مهمة تاريخية زي دي. واحد هيقول لي طيب هو مهمة أرتمس 1 دي بعد ما تخلص وترجع تاني للأرض إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا صديقي هو أننا هندرس البيانات والداتا اللي هناخدها من نتائج المهمة دي، ولو كانت ماشية كويس فهتبدأ تاني مهمة على طول اللي هي أرتمس 2، ودي بقى يا سيدي هتكون مرحلة تمهيدية برضو، ولكنها هتكون عبارة عن مهمة مأهولة برواد الفضاء، يعني فيها رواد فضاء حقيقيين، ودي متخطط لها أنها هتبدأ في أواخر سنة 2024 وهتدور برضو حوالين القمر مرة تانية وترجع تاني. بس المرة دي هيكون وظيفتهم هو انهم هيرسلوا محطة فضائية كاملة زي محطة الفضاء الدولية ISS، بس المرة دي هتكون في مدار القمر واسمها هيكون Gateway او البوابة، والمحطة دي وظيفتها هي انها تكون نقطة دائمة ومحورية لأي رواد فضاء عايزين يروحوا بعد كده للقمر مرة تانية، وهتكون مجهزة بكافة وسائل الإعاشة اللي ممكن تستقبل البشر لشهور طويلة، وكل ده تمهيدا للمرحلة التالتة اللي هي أهم ما في الموضوع، المرحلة التالتة اللي هيكون اسمها أرتمس 3 وهتبدأ في أواخر سنة 2025، وهتكون مرحلة تاريخية فعلا علشان هتكرر عودة البشر للقمر مرة تانية لأول مرة من سنة 1972 وأول مرة في التاريخ الحديث وفي عصر التكنولوجيا المتطورة، وهيكون من ضمن الرواد اللي هينزلوا على القمر شخص أسمر البشرة وامرأة لأول مرة. وعلشان المرة دي هتكون مختلفة عن أي مرة قبل كده، وهدفها مش مجرد الهبوط على سطح القمر فقط، لأن المهمة دي هتعتبر حجر الأساس لبناء أول مستعمرة بشرية علمية على سطح القمر، والمستعمرة دي هيكون اسمها أرتمس مون بيز أو قاعدة أرتمس القمرية، وهيتم استعمالها بعد كده في التنقيب عن الأكسجين المختفي في تربة القمر واستعماله فيما بعد كوقود لنقل مهمات الفضاء من الأرض للمريخ. هتسألني إزاي يعني؟ هقولك ان في عمليات اطلاق الصواريخ بيتم استخدام قدر كبير من الوقود اللي فيه للوصول لسرعة الافلات من جاذبية كوكب الارض، ده غير كمية الوقود اللي بيستهلكها علشان يوصل للمريخ. والفكرة بقى انهم بعد كده مش هيحتاجوا يحطوا كمية الوقود الكبيرة دي لما يطلقوا صواريخ من الارض للمريخ، لانهم هيحطوا الكمية اللي تكفي للافلات من جاذبية الارض والوصول للقمر فقط اللي هو اقرب بكتير جدا من المريخ، وبعد ما يوصل للقمر هيحطوا فيه وقود تاني من اللي صنعوه من الأكسجين الموجود تحت تربة القمر، واللي المرة دي مش هيتحرق منه كمية كبيرة للوصول لسرعة الإفلات من جاذبية القمر، لأن القمر جاذبيته أضعف من الأرض بست مرات، وده معناه إن الصواريخ مش هتحتاج لوقود ضخم للهروب من جاذبيته زي الأرض، فإطلاق الصواريخ من هناك في اتجاه المريخ هيكون أفضل وأحسن وأسهل بكتير، وكمان هيوفر لنا قدر هائل من الوقود المحدود على كوكبنا. يعني أنا عايزك بس تتخيل أن تربة القمر فيها كمية من الأكسجين اللي ممكن استخدامه كوقود كافية لإعاشة ودعم حياة 8 مليار إنسان لمدة 100 ألف سنة كاملين، وده مش مجرد كلام، دي حقيقة واقعة مثبتة علميا. القمر فيه كمية أكسجين جبارة فعلا، والأكسجين ده ممكن بمنتهى السهولة يتم تحويله لوقود صواريخ واستعماله في دعم مهمات أبعد بكتير من أي حاجة كنا بنقدر نوصلها قبل كده، وأسرع بكتير جدا كمان. يعني نقدر نقول إن مهمة أرتمس 3 هتحول القمر لمستعمرة بشرية هيكون عليها رواد فضاء باستمرار زيها زي محطة الفضاء الدولية كده، وكمان هتحول القمر لمحطة بنزين فضائية، وأي مركبة فضاء بعد كده هتروح القمر تفول أكسجين وبعدين تنطلق في اتجاه المريخ أو المشتري أو غيرهم من كواكب المجموعة الشمسية. والمهمات دي بدأت بالفعل في سنة 2017 ولحد دلوقتي بس اتكلفت 40 مليار دولار، ولسه متوقع ان الرقم ده هيزيد اكتر بكتير ويوصل لاكتر من 93 مليار دولار حسب تقرير رسمي عملته دورية نيتشر العلمية الكبرى عن المشروع، هسيبلك اللينك بتاعه تحت الفيديو في الديسكريبشن. وطبعا جزء من التكلفة الجبارة دي هو علشان داخل على الخط شركات تانية هتصمم انظمة هبوط واطلاق متطورة زي سبيس اكس وبلو اوريجين وغيرهم، وكل ده طبعا هو استثمار ضخم ومستقبلي هدفه لسه مش هيبان دلوقتي ولكنه هيغير المستقبل حرفيا. ولو جه في دماغك سؤال، يا ترى هم ليه بيعملوا اختبارات وتجهيزات اللي هم رحلات أرتمس 1 و 2 برغم انهم المفروض طلعوا القمر فعلا قبل كده وعارفين كل حاجة؟
فالإجابة يا صديقي ببساطة إن الاختبارات دي سببها هو إنهم يدرسوا التأثيرات الإشعاعية اللي هتحصل في مركبة أورايون الجديدة ومدى فعالية البدل الفضائية الجديدة اللي هيستعملوها، خاصة إن الهدف المرة دي هي تواجد مستمر الرواد الفضاء في محطة جيت واي اللي هتكون في مدار القمر وفي المستعمرة اللي هيتم بنائها على القمر اللي هي أرتمس مون بيز اللي حكيت لك عليهم. وكل دي معلومات مش متاحة من قبل ومعرفوهاش لسه، لأن التكنولوجيا دي لسه جديدة، يعني دي اختبارات للتكنولوجيا الجديدة قبل الإطلاق، زي ما بنجرب أي حاجة جديدة بنصممها هنا على الأرض قبل ما نستعملها. وهو ده اللي هم هيعملوه، إنهم هيجربوها في نفس الظروف اللي هتمر بيها المهمة النهائية علشان ما يعرضوش رواد الفضاء لخطر فيما بعد لما يتم إطلاقهم للقمر. وده طبعا علشان الناس دول ما بيجربوش في حد، وعمرهم ما هيعرضوا حياة رائد فضاء واحد لخطر يمكن تفاديه. ويمكن في ناس كتير مش مقتنعين بجدوى المهمات دي، منهم سياسيين في أمريكا نفسها، وده اللي حط مستقبل وتمويل المهمات دي في خطر قبل كده، سواء مع تغيير الرؤساء والإدارات الأمريكية أو مع الأزمة الاقتصادية الضخمة اللي مأثرة على العالم كله دلوقتي ومشاكل الدولار والتضخم اللي مزعلنا كلنا. بس برغم كل ده هيفضل المشروع شغال، علشان هو مش مجرد مشروع عادي زيه زي أي حاجة عملناها قبل كده، والمشروع ده بيعبر عن مستقبل الجنس البشري كله وطموحه اللي ملوش نهاية ولا حدود، طموحنا اللي بيخلينا دايما نسعى لأننا نوصل ونستكشف ونستعمر أماكن جديدة في الكون. أنا كده خلصت، ولو أنت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة وتعمل لايك وشير لأصحابك المهتمين بالمواضيع دي، وأشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد إن شاء الله.